اهلا بحضراتكم من جديد، وحالا جولتنا الاخباريه السريعه اللي بنعرفكم فيها من خلال ساعه صبحيه ايه اللي بيحصل في بلدنا مصر. ولكن قبل ما نبدا جولتنا الاخباريه واقول لكم اخبارنا ايه او الاخبار اللي معانا النهارده، هيكون معانا على التليفون دلوقتي استاذ محمد صابر، محرر الشؤون المروريه بالاذاعه المصريه. اهلا يا استاذ محمد. اهلا بحضرتك استاذ اسماء. صباح الخير. اهلا بحضرتك. اخبار الطرق ايه النهارده؟ انا ملاحظه كده النهارده ان في حركه وكان المدارس جت واحنا لسه ما فيش دراسه وما فيش حاجه، بس في زحمه شويه. خلينا طبعا في البدايه، طبعا منذ ان بدات فتره الذروه السطحيه والجنائيه دلوقتي وشك الانتهاء، معدلات السير النهارده بصفه عامه يمكن بتتجاوز ما بين 65 الى 70%. أهم ما تم رصده خلال فترة الذروة الصباحية على كافة محافظات الوجه البحري، يمكن ما زالت حتى الآن الحركة المرية فيها بتعمل بشكل مرضي وشكل طبيعي، وأيضا محافظات الوجه الإبري والطرق المؤدية إليها. أما بالنسبة لقطاعات الطرق الدائرية المؤدية المداخل ومخارج القاهرة والجيزة والأيوبية، يمكن إحنا زي ما إحنا عارفين عندنا أعمال تطوير أعلى قطاعات الطرق الدائرية، و بالتالي في خطه موضوعه من قبل الاداره العامه للمرور نشر الخدمات المروريه باشراف السيد اللواء محمود عبد الرازق مساعد الوزير مدير الاداره العامه للمرور، اللي وجه بنشر هذه الخدمات المروريه اثناء فتره الاعمال واثناء وضع علامات الارشاديه امام قائدي السيارات. من اهم هذه الاماكن تحديدا عندنا بعض الاحجام اللي ظهرت عندنا اعلى منطقه الكنيسه اللي جاي من مناطق المريوتية الآن ومتجه لمناطق المنيب، وكذلك أيضا أعلى محور 26 يوليو في الاتجاه القادم من مناطق أكتوبر والشيخ زايد ونازل على ميدان لبنان. بيفضل سلوك محور رود الفرج أفضل حالا في هذا التوقيت. أما بالنسبة لباقي قطاعات الطرق الدائرية، يمكن ما زالت حتى الآن الحركة المرورية فيها مرضية تماما، ما ننصحش بتغيير أي مسارات. بالنسبة للحركة المرورية داخل محافظة القاهرة، يمكن الحركة فيها دلوقتي تعتبر اقل من معدلاتها عدا منطقه صلاح سالم. كان عندنا في ما قبل مدخل او ما قبل مطلع كوبري السيده عائشه كان عندنا تحديدا كسر ماسوره مياه صرف صحي، وتم اختار غرفه عمليات المحافظه وتم الانتهاء من هذه الاعمال. بالنسبه لي باقي الطرق زي ما احنا عارفين ان عندنا في محور شوزيف تيتو انشاء كوبري سيارات، وبالتالي فتره الذروه الصباحيه بيبقى لها طابع خاص للحركه المريه. بيفضل سلوك جسر السويس اللي بيعمل بشكل مرضي وشكل طبيعي في هذا التوقيت، وايضا محور الفردوس بصلاح سالم بعض الاحجام نتيجه ان في اعمال تطوير محور الفردوس. بيفضل سلوك محور النصر اللي بيعمل بشكل مرضي وشكل طبيعي. بالنسبه لمحاور الجيزه، يمكن كافه المحاور فيها الان ما زالت حتى الان بتعمل بشكل مرضي عدا شارع السودان امام محطه مترو الجامعه. عندنا بعض الاحجام اللي ظهرت معانا نسبيا، عشان كده اللي جاي من اعلى كوبري فيصل وبيسمعنا ورايح لمناطق الدقي ممكن نسلك النهارده شارع مراد او شارع الجامعه، هيكون افضل حالا في هذا التوقيت. بعد ذلك الحركه المريه على كافه محاور الجمهوريه مرضيه تماما عدا المحاور اللي ذكرها الساده المستمعين. تمام. بالنسبة للتراخيص الجديدة اللي هي التكنولوجيا فيها، كل حاجة فيها تكنولوجيا، والحقيقة تم افتتاح أكتر من وحدة تراخيص، تكلمنا عن وحدات التراخيص المرورية الجديدة. يمكن خلينا في البداية زي ما حضرتك تفضلتي وأشرت أستاذ أسماء، يمكن عندنا تطويرات على مستوى وحدات الترخيص على مستوى الجمهورية. يمكن خلينا نبرز النهاردة من أهم ما تم تطويره خلال هذه الفترة، هي وحدة مرور التجمع الخامس، وده بتشمل أو تحديدا في إطار جهود وزارة الداخلية التي تبذلها للعمل على تطوير الأداء والمنظومة الأمنية لارتقاء بالأداء الأمني لتقديم كافة الخدمات الجماهيرية وتوفير كافة التسهيلات على السادة المواطنين. وبناء على توجيهات السيد محمود توفيق وزير الداخلية، يمكن مديرية أمن القاهرة حرصت على تبسيط الإجراءات للسادة المواطنين لحصولهم على خدمة سريعة في أقل وقت بناء على توجيهات السيد اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير لقطاع أمن القاهرة لتحديث أساليب التفاعل مع السادة المواطنين. يمكن النهاردة بنتكلم على
تطوير واحد التراخيص مجمع او مجمع تراخيص القاهره الجديده باشراف السيد المقدم احمد ماهر في رفع الكفاءه والارتقاء باحدث التقنيات. طبعا ده بيؤدي معانا وبيساهم في تحقيق اهداف الوزاره الرميه. يمكن عايز اقول لحضرتك دوت او تحديدا بيشمل 8 شبابيك في او تحديد 8 شبابيك في كل اتجاه، يعني بيشمل 16 شباك بنظام الترقيم الالي لتقديم خدمات جماهيريه للمواطنين لاستخراج الدوره المستنديه في عده، وكذلك ايضا بتوجد ساحه متطوره لاجراء الاختبارات القياده. برضو للعلم ان مجمع تراخيص مرور تجمع ثالث باشراف السيد المقدم احمد ماهر ده اولا واخيرا عايزين برضو نوضح لاسناده المشاهدين ان ده بيشمل رخص القياده فقط، رخص القياده استخراج رخصه اول مره او تجديد رخصه القياده لسكان مناطق النزهه وشيراتون ومدينه نصر اول وثاني والمقيمين في هذه المنطقه، وده لتجديد هذه الرخص فقط لا غير. فيها داخل هذا المجمع ساحه متطوره لاختبار القياده ولوحه مستحدثه لاختبارات الاشارات والعلامات الضوئيه، وتم تخصيص مكان مخصص لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصه. تمام، بنشكر حضرتك جدا على معلوماتك الحقيقه المهمه والمبشره يعني عن المرور وعن تراخيص المرور الجديده اللي معموله على اعلى طراز او اعلى تكنولوجيا موجوده عالميا لراحه المواطنين. شكرا جزيلا استاذ محمد صابر محرر الشؤون المروريه بالاذاعه المصريه، شكرا جزيلا مره ثانيه.